يعني السادة النواب حول مداخيل العقوبات الجمركية والدعائر وما يدخل في حكمها للنائبين المحترمين أحمد زروف ومحمد أقبيب من فريق اتحاد الحركات الشعبية. تفضل سيد نائب. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزير المحترم. باختصار شديد، ما هي مصادر المكافآت المالية لبريم التي توزع على جميع موظفي قطاع وزارة المالية دون غيرهم؟ شكرا. جواب سيد الوزير. غير سيد الرئيس، هذا السؤال، وأنا أشكر سيد النائب، ماشي هو السؤال اللي جاني، ماشي بحال بحال، إن غنجاوبوا على السؤال اللي توصلتوا به. فأنا غادي نجاوب على السؤال اللي عندي، أولا تطرحوا لي. هو كان هذاك السؤال فيه سؤالين، مش هما نفس سؤال واحد. إذا تفضلوا. كيف يتم تقييم هذه المداخيل؟ تماما. جاء في ميزانية الدولة. وما هي مجالات توظيفها وتوزيعها؟ يعني في نوع من الركاكة في طرح السؤال، لأن مش أنا اللي حررت بكل صدق واستدرك هذا الموقف باش نعبر بصدق. شكرا سيد النائب. شكرا سيد الرئيس. بالفعل هذا السؤال هو مشروع، وأنا أشكر سيد النائب المحترم لأنه أعطاني فرصة باش نعطي كل التوضيحات. أولا من تتوقع نزاعات مع الجمارك، الجمارك تتبحث اولا على التراضي، متى يمكن لها تخفيض جزئي او كلي للغرامات، والقانون تيمنح لها هذا الشيء، وخاصه الفصلين 273 و75 من مدونه الجمارك. والى ما وقعش هذا التراضي تيمكن المحكمه هي اللي تتقرر في اخر الامر بالامر. وفي هذه كلتا الحالتين، في كلتا الحالتين بطبيعة الحال تتكون غرامات مالية. فكيف تتوظف؟ فين تتمشي هذه الغرامات؟ فهناك الفصل 32 من القانون المالية 1965 خول لوزير المالية الصلاحية في تحديد كيفية توزيع محصول الغرامات والمصالحات والمصادرات بشأن مخالفات قانون الجمارك والضرائب غير المباشرة. وفي هذا الإطار يتم توزيع المداخيل وفق المسطرة المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقم 66335 و66336 بتاريخ 8/6/66 كما تم تعديلها وتصميمها. أما الجهات المستفيدة فهي أولا الخزينة العامة للمملكة، المخبرون، الأعوان الحاجزون والأعوان المتدخلون، وهم أعوان الجمارك وأعوان القوى العمومية وأعوان مكتب الصرف، جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المصالح الاجتماعية للدرك الملكي في قضايا المنجزة من طرف رجال الدرك. وتجدر الإشارة أن المبالغ المتحصلة برسم الفوائد والزيادات المترتبة عن تأخير في الأداء تدفع بكاملها للخزينة العامة للمملكة. شكرا سيد الوزير. تعقيب السيد النائب. شكرا السيد الوزير على جوابكم، وربما كنطلبوا بعض التوضيحات التكميليه. كنقول انا لان هذيك المكافآت بالنسبه للموظفين ديال وزاره الماليه فهي قاره، اما بالنسبه لجهاز الدرك الملكي مثلا ولا الامن الوطني فهي ظرفيه وفي في حاله خاصه، مع ان ولو ان القانون ديال بالفعل ديال الجمارك كيعطي 40% من مداخيل بيع السلع المتنازع عليها او المهربه او كذا، الى كترجع 40% من هذيك المداخيل للمخبر، وهذا لا يقع. يعني هذا المواطن اللي مخبر وما اكثرهم، ربما لانهم كثار باش ما كيستافدوش، لان خص يدار واحد التقرير كما تعلمون الى اخره. انا كنقول لماذا هذا التمييز الذي يخص فئه من الموظفين دون غيرهم من الذين يساهمون في استخلاص
في استخلاص المبالغ المالية مفروضة على المواطنين. فمثلا ما يمكنش الموظف ديال الوزارة المالية يخدم بوحده إلا ما كانش مؤازر بطرف رجل السلطة من الأمن الوطني، الدرك الملكي، القضاة سواء القضاء الواقف أو القضاء الجالس. والقضاة مثلا لا تطالهم هذه المكافآت إلا فيما يخص اللجان المحلية واللجنة الوطنية، أما غيرهم لا أعتقد أنهم كيوصلهم شي حاجة. وهذه المكافآت التي توزع كل 6 شهور على الموظفين في غالب الأحيان كتوصل إلى 5 مرات الراتب الرسمي، وهذا مسألة مهولة. المدير المركزي السيد الوزير يتقاضى 21 مليون سنتيم وتيتر دي لا بريم، يعني وهلو ما جرى، ما نبغيش نتير بعد زوبعة في أو نتير زوبعة في الفنجان، ولكن عندي معطيات دقيقة في هذا المجال. وثم قد يقع بعد الشطط أو على الأقل الزج بملفات المواطنين في حالة النزاع من طرف بعض المفتشين. شكرا سيد النائب، بالوقت انتهى. نقطة واحدة، الله يجازيك بخير، ولا نطالب هذوك امتيازات اللي كيشد المكتب تاعهم ما يتحيدوا. مع لا خاصة في حالة هذا، وهذا كيمس بمصلحة المواطنين. ثم كاين قضية، هناك قضايا معروضة على المحاكم كثيرة. شكرا المحلية شكرا سيد النائب، لأنه كاين نواب تيحتجوا، لأن خصهم يبرمجوا الأسئلة ديالهم في الوقت المتاح. أنا كنت بوحدي في القاعة وكنت متاع بجميع الوقت. شكرا. كلمة السيد الوزير في إطار التعقيب. شكرا سيد الرئيس. لا غير بصراحة حول الموضوع، ربما كاين مبالغات والأرقام اللي أعطى السيد النائب بكل صراحة مخص، يعني فيها مبالغات وغير أشياء تتخلق في الأذهان تماما. أما بالنسبة للمداخيل الناتجة عن هذه الغرامات، فكما قلت لكم هي توزع حسب المقتضيات القانونية التي ذكرت سابقا. وطبعا في الإدارة ديال الجمارك بحال في الإدارة ديال العالم كامل كاين المساندين، كاين المخبرين، وكاين رجال الأمن، وكاين وإلا، لأننا نواجه مسائل خطيرة جدا، لأنه يجب حماية مش غير المال العام، الأمن البلادي. وبالتالي لما كانش الوسائل اللي لابد كذلك هذوك الناس اللي تعاونوا حتى هما نعطيهم مقابل ديال الإعانة متاعهم، راه ما يمكنش نحلوا المشاكل ديال البلاد. ولكن كل شيء هذا الشيء في إطار القانون وفي إطار الشفافية التامة. شكرا سيد الوزير.